إقرار حقوق كبار السن وحمايتها وتطبيقها في مجتمعاتنا العربية والحرص على رعاية هذه الفئة من السكان التي تشهد تناميا ديموغرافيا سريعا يعتبر أولوية قصوى لا تحتمل أي تسويف أو حتى مماطرة. من هنا يأتي الإعلان العربي لتنفيذ خطة للتنمية المستدامة 2030 بعنوان الأبعاد الاجتماعية لتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية ومقاومة كل أشكال اللامساواة وتحقيق العدالة والكرامة لكبار السن، ضمن استراتيجية تغطي الفترة ما بين العام 2019 و2029. ولأن معاناة كبار السن تعتبر كبيرة ومتفاوتة في الحجم بين بلد عربي وآخر، ترى معاناة دور المسنين في اليمن تحديدا في عدة مناطق أو يعني أكبر من هذا الوصف اللي هو وصف المعاناة، نقص وإهمال ومآسي دائمة يعيشها النزلاء من كبار السن، وطبعا كل هذا بسبب الحرب والوضع العام المتدهور في البلاد. في دار المسنين في مدينة عدن جنوبي اليمن، العشرات من كبار السن رجالا ونساء دفعت بهم ظروفهم وظروف أسرهم إلى أن يستقروا فيها كنزلاء تجنبا للمزيد من المعاناة وسط عائلاتهم أو في جنبات أحياء وشوارع المدينة. الحاج محمد قائد الذي لم تسعفه حالته الصحية للحديث معنا أحد نزلاء الدار، قادم من ريف محافظة تعز، واضطرته الظروف لأن يقضي ما تبقى من عمره في هذه الدار التي تعاني بدورها من الإهمال من قبل الحكومة وتنقصها الكثير من الاحتياجات اللازمة والضرورية لكبار السن. معك الملابس الجديدة للرجال وللنساء، معك الريحات الحلوة، معك الحفاضات الفاين، هذه الحاجات اللي تجيبها، المتزمات النظافة، هذا لازم كل شيء يوفروها الجهات العليا. دور المسنين كغيرها من المؤسسات تتأثر بالوضع العام في البلاد سواء سلبا أو إيجابا، غير أنه من المهم برأي مسؤولين أن تولي الحكومة والجهات ذات العلاقة اهتماما خاصا واستثنائيا بهذه الدور لما تقتضيه الحالة الإنسانية لنزلائها، خاصة في ظل الحرب التي يشهدها اليمن. تكلم الآن بصدد عن العجزة وما يعانيها اليمنيين من هذه الفئة الكبيرة، وكما تقول التقارير الدولية المتواجدة بأن أغلب اليمنيين من 4 إلى 5 مليون نسمة هم من كبار السن العجزة اللي يحتاجوا إلى رعاية ويحتاجوا إلى اهتمام من قبل الدولة ومن قبل المنظمات الدولية. ووفق تقارير حقوقية يقدر عدد المسنين في اليمن بحوالي 1,300,000 نسمة، أي ما يعادل 4.4% من سكان البلاد، والذي يتجاوز إجماليه 30 مليون نسمة. إذن مشاهدينا دعونا الآن نتابع حقائق وأرقام عن كبار السن في بعض الدول العربية. في مصر بلغ عدد المسنين في عام 2021 26.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% في عام 2052، هذا طبعا بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في الأردن ووفقا لبيان دائرة الإحصاءات العامة يتوقع أن تصل نسبة عدد كبار السن إلى 7.4% بحلول عام 2030، علما أن عدد دور رعاية المسنين 9 دور موزعة ضمن 4 محافظات وهي البلقاء وإربد وأيضا الزرقاء وعمان. وفي لبنان وبحسب دراسة الإسكوا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، يشهد البلد تحولا ديموغرافيا من مجتمع شباب أو شاب نحو مجتمع مسن، حيث يتوقع أن تتخطى نسبة كبار السن ل 14% بحلول عام 2035. وبحسب وزارة المرأة والأسرة والكبار السن لكبار السن في تونس يتوقع ارتفاع نسبة البالغين 60 سنة وما فوق 22.6% عام 2041 مقابل 11.4% في عام 2014، مما يعني ولأول مرة التساوي ما بين نسبة كبار السن ونسبة الأطفال. وحسب الإحصائيات الرسمية في المغرب فإن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يبلغ 2,700,000 نسمة،
سما، وهناك منحة نقدية شهرية تقدمها الحكومة لكبار السن المحتاجين، وستعتمد بشكل تدريجي، يبدأ $40 في عام 2022 ويصل إلى $100 عام 2026. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا مها أبو شوارب، هي خبيرة في شؤون كبار السن وعضو الهيئة الوطنية لشؤون كبار السن. أهلا وسهلا بك سيدة مها. في البداية يعني اللافت عربيا أن مجتمعاتنا بأغلبيتها تشهد تناميا ديموغرافيا سريعا لكبار السن، السؤال ما هي أسباب هذا التنامي وكيف يمكن الحد منه؟ صباح الخير وشكرا على استضافتي. حقيقة هنالك عوامل عديدة لموضوع التعمر، الأهم عامل هو في عنا العمر المتوقع لدى الولادة اللي هو عم يرتفع، في عنا انخفاض في نسبة الولادات، وفي عنا نسبة الوفيات كمان بالأعمار الكبيرة كمان هنالك انخفاض، والأسباب هي في تحسين الطبابة والتكنولوجيا في التي تطورت الطب يلي عم تقدر انه تخلي الانسان بصحه افضل ويطول عمره اكثر. فهذا موضوع التعمر هو موضوع الشيخوخه، يعني نعم. موضوع عالمي ومتطور، وفي عنا عامل مهم هو عامل هجره الشباب يلي عم يرفع من نسبه كبار السن بالمجتمع. طيب يعني لا شك انه كل العوامل النظريه والتطبيقيه متوفره للنهوض بمجتمع متساو يحفظ كرامة المسنين وأيضا يعني يرعاهم لتحقيق مشروع الاستدامة طويل الأجل، لكن كبار السن عربيا يزداد وضعهم سوءا. إذا يعني لو تقولين لنا أكثر عن هذا الموضوع وما أسباب ذلك؟ أكيد نحن بالدول العربية بمعظمها في عنا عم نواجه مشاكل وأزمات حروب وأزمات اقتصادية، وكبير السن هو الحلقة الأضعف، يعني هو أكثر شخص يلي هو بيتعرض ما لا تؤخذ احتياجاته وخصوصياته بعين الاعتبار بفترة الأزمات. من هون كان مؤتمر مدريد بخطة مدريد للشيخوخة، كان في بند أساسي يلي بيحكي عن حماية كبار السن خلال الأزمات، الحماية الاجتماعية والحماية الاقتصادية وغيرها. فمشان هيك إذا بنشوف بليبيا، بسوريا، باليمن، حتى بلبنان، الأزمة الاقتصادية اللي عم بيعاني منها كبير السن يلي خلته ما يقدر يحصل على أبسط حقوقه وأبسط احتياجاته الأساسية. يعني زي ما ذكرت هناك أوضاع مختلفة تعاني كل بلد على حدة بسبب هذه الأوضاع، يعني هذا ينعكس على وضع المسنين السيء، أيضا تختلف طريقة التعامل من كل بلد إلى آخر. زي ما ذكرت هناك حروب، صراعات متواصلة، كل هذه الأمور يعني تنعكس على وضعهم. يعني ألا يلعب الاهتمام الحكومي لكل دولة دورا محوريا في تحسين أوضاع المسنين؟ أكيد الدولة إلى دور كتير مهم. هلأ نحن منعرف أول موضوع التعمر هو مسؤولية مشتركة، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية، ومن هنا الدولة لأنه موضوع التعمر بخليهم يواجهوا تحديات كبيرة اجتماعية، تحديات اقتصادية وتحديات صحية، لأنه الإنسان لما بيكبر بالعمر أكثر بيحتاج ل معالجات، بيحتاج لأدوية أكثر، بيحتاج لرعاية أكثر. فدور الدولة هي بأنه بوضع السياسات والاستراتيجيات يلي هي كتير مهمة لحفاظ حقوق كبار السن وتأمين الحياة اللائقة بكرامة وبرفاهية. فالدولة إلى أكبر دور بحماية كبير السن بهالوضع
القاعدة. يعني القوانين هي بالأساس تضمن حقوق كبار السن، ولكن الأزمة الأساسية هي في تطبيق ذلك. يعني كيف يمكن يعني تفعيل هذه القوانين وأيضا ضمانها لكبار السن؟ أهم شيء هو أنه نلاقي لهم بيئة حاضنة وتفعيل دورهم بالمجتمع. وأهم أنا بعتبر مننطلق من هو موضوع تربوي، موضوع ثقافي، بأنك تغيري النظرة السلبية، يعني نعطي نظرة إيجابية للتعمر. ثانيا إشراكهم في المجتمع وتأمين تعزيز الصحة الجسدية والصحة النفسية. ومن هون مننطلق بموضوع الوقاية وكيف نأمن لهم العلاجات الدائمة. فإلهم دور كتير مهم بالدولة، عليها أن توضع سياسات، والسياسات لازم يكون في إلهم دور بمشاركة بوضع السياسات لكبار السن. لا، ممنوع تهميشهم وتأمين لإلهم، حتى لو أنه بعد التقاعد يقدر يتأمن لهم ضمان للشيخوخة، لأنه هيدي شغلة كتير مهمة بتعطيهم استمرارية بالحياة. لأنه الإنسان مع العمر بيخسر كتير من الطاقات، وبيخسر مدخوله، وبيخسر حتى اللي حواليه، بيخسر أقرب الأشخاص لإله. وهيدي بتشكل بتخليهم يفوتوا بعزلة، وبتخليهم يفوتوا بمشاكل اكتئاب يلي بتزيد من الأمراض الشيخوخة. طيب سيدة مها، يعني سريعا لو تطلعنا على أفضل الدول العربية قدرة على رعاية المسنين، ولماذا برأيك؟ عفوا بسمع السؤال. يعني لو الآن تطلعينا عن أفضل الدول العربية التي تستطيع أن تقوم برعاية المسنين، ولماذا؟ الحقيقة هي بتتفاوت رعاية كبار السن من دولة عربية إلى أخرى. أكيد الدول يلي إمكانياتها، يلي عندها أهم شغلة، عندها لا يوجد لديها أزمات وحروب من ناحية. من ناحية تانية عندها إمكانيات مادية بتقدر تساعدها لتأمين حياة رفاهية لهالكبار السن. وما ننسى الثقافة، والثقافة يلي مكتوبة بكل يلي هي بتحافظ على القيم وبتنشر القيم وتعزيزها. فكل دولة إلى ميزتها، بس هيدا الأسس اللي بيلعب دورها هي لما بتكون كمان عم توضع السياسة. صحيح. نحن نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار مها أبو شوارب، خبيرة في شؤون كبار السن، عضو الهيئة الوطنية لشؤون كبار السن. شكرا جزيلا لك.